السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة في الفيديو ده هتكلم في موضوع هام جدا وخطير وعامل لبس عند ناس كتير للأسف. هتكلم في موضوع شهادة المطابقة بتاع والمواصفات، والناس اللي راحت قدمت على تصالح على أراضي وليست مباني. ناس كتير بتسألني إيه الوضع القانوني بتاعنا في هذه الحالة، ناس قدمت بشكل غير قانوني. المفترض إن أنا عشان أخد نموذج ثلاثة بينزل حد يعين ويشوف هل أنا بالفعل عندي مبنى ومخالف ولا ما عنديش. الكلام ده الفيديو ده فيديو خطير، وياريت الناس بس حتى اللي عنده معلومة يدي فرصة للناس التانية، لأن اكتشفت إن في سواد أعظم كبير من الناس الموضوع ما عنده فيه لبس، وناس مورطاهم وناس مدخلاهم في قصص ملهاش حل. إذن قبل بس ما اتكلم في الموضوع والتفاصيل، ياريت فضلا وليس أمرا حضرتك تدعمنا معنويا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت تدعمنا بلايك او ديسلايك، ولو عندك اي تعليق احنا حاضرين فتحت امر جميل. اتصل بي اكتر من شخص بيسالني، انا النهارده دلوقتي رحت قدمت على تصالح وخدت نموذج ثلاثه، وانا اللي قدمت عليها دي ارض مش مبنى، ارض مش مبنى. طيب عشان نفهم قصه شهاده المطابقه دي ما اتعملت ليه؟ اتعملت عشان حضرتك قبليها هتوقع على اقرار ان الاوراق والمستندات اللي قدمتها في التصالح هي مطابقه لارض الواقع. يعني بتقول غرفه وسور، غرفتين، ثلاث غرف، دور اول دور ثاني، الشكل اللي انت حطيته في الورق لازم الناس دي تيجي تلاقي الكلام ده موجود على ارض الطبيعه. طيب في ناس ما عملتش الكلام ده اصلا، ما عندهاش مبنى، بعض ضعاف النفوس غرروا بيهم، قالوا لهم روحوا واعملوا اي كلام وقدموا ورق عشان الناس، عشان يسهل لك التعدي على الارض الزراعيه. يا اخوانا الموضوع ده تم اكتشافه في احد المحافظات، والموظفين والناس اصحاب الشان اتحالوا للنيابه العامه بتهمه التزوير في اوراق رسميه. يبقى اذا انت النهارده ما عندكش محاضر ولا عندك مشكله، وهتدخل نفسك في مشكله كبيره ملهاش حل. العقوبة حاليا بتوصل لخمس سنوات وغرامة مبالغ تقيلة، مبالغ تقيلة، يعني تمن الأرض كله ما يسواش في الغرامة اللي أنت هتدفعها. فإذا الناس اللي بتفكر تعمل إيه، فالعباقرة والجهابزة بيقدموا لهم حلول، بيقول لهم إيه؟ روحوا ابنه هاتوا هو لفوا كام طوبة، ولا اعملوا سور، ولا اعملوا إيه، واللجنة بتاعت المطابقة هتنزل ومش عارف إيه. أو في ناس كمان قالوا لها ده مفيش حد هينزل، والمقصود ان انت تدفع فلوس وخلاص. الكلام ده مش مظبوط. لو حضرتك رحت حطيت اي طوبة، اي طوبة في ارض زراعية حاليا، في حاجة اسمها وحدة متغيرات مكانية واقمار صناعية. انا طبعا بتأسف ان بقول لكم الكلام ده، او مش بارهبك او بخوفك، انا بس يعني بنور لك الطريق بالبلدي كده، عشان اكتشفت ان في ناس على نيتها والموضوع بالنسبة لها، وفاهمة ان موضوع التصالح ده انه راح قدم وخد نموذج ثلاثة معناته تصالح، مش معناته ان حضرتك خدت نموذج ثلاثة معناته ان انت اتصالحت. في لسه محاذير للتصالح، الله اعلم هتنطبق عليك ولا ما تنطبقش. من ضمن المحاذير ان مفيش تصالح على ارض فاضية. الفلسفة بتاعت التصالح يا اخوانا ان انا بنيت بالمخالفة، عشان كده اتعمل قانون التصالح، وده قانون استثنائي عشان الناس تعدل وتقنن اوضاعها. يعني ده مش المفروض، ولا بيدي لك الحق ان انت تروح تبني. قانون التصالح اتقفل 31/3 اللي فات، حد يقول لك بقى ده هيفتح تاني؟ المعلومات دي ناس بتطلع كلام، ناس بتستفيد على قفا ناس وخلاص، وللاسف ناس غلابه وما عندهاش معلومه وما عندهاش فكره. معلش سامحوني بس هي دي الواقع والحقيقه اللي احنا بنعيشها. يبقى اذا حد هيقول لي طب انا قدمت، ايه الحل؟ ايه الحل؟ ممكن حضرتك تصحح الورق وتظبط الاوراق قبل ما توقع على اقرار. لازم تتاكد ان اللي هتوقع عليه لجنه المطابقه الخاصه بالاداره الهندسيه
هتيجي تلاقي على الطبيعة. اخوانا الهدف مش في 1000 جنيه رسوم الشهادات المطابقة، لا الهدف ان اللجنة تنزل. حد هيقول لي بقى ده بيقولوا 3 سنين، تنزل زي ما تنزل، المهم ان هي ما تنزلش تلاقيك مخالف وعامل حاجة مخالفة للقانون. مش عايز اطول اكتر من كده في الفيديو، ولو في حد عنده اي سؤال حتى على الخاص ممكن انا استقبله وارد عليه. وما تنسوش الفيديو ده يا ريت يتشير على اوسع النطاق، لان في ناس مش فاهمه او المعلومه بالنسبه لها مغلوطه، فاهمين غلط. يا ريت تساعدونا ان احنا نوضح المعلومه للناس. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.